هذا أيضا وانطلقت العديد من المسيرات من الشباب وكبار السن جابة مناطق مختلفة من الجمهورية، وذلك لحث الناخبين للخروج إلى لجان الانتخابات والإدلاء بأصواتهم. المسيرات الشعبية علامة ميزت الانتخابات الرئاسية وتظل واحدة من الظواهر التي عبرت عن تكاتف المصريين بكل فئاتهم لإنجاح العرس الانتخابي. من شمال الوجه البحري وحتى أقصى جنوب الصعيد جابت المسيرات الشبابية الميادين والشوارع الرئيسية فيما يشبه الكرنفالات الشعبية المبهجة التي تعكس بشكل صريح الإقبال الكبير على مراكز الاقتراع. وقد اشتركت جميع المسيرات في هدف واحد، وهو حث الناخبين على ممارسة حقهم الديمقراطي تحت شعار انزل وشارك. ففي كفر الشيخ والبحيرة برزت مشاركة الطلاب في المسيرات الشعبية ليعبروا عن حسهم الوطني وعن وعيهم بما يحيط بالبلاد من أخطار. وفي مدينة المحل الكبرى قلعة الصناعة المصرية نظم العمال مسيرات حشيدة أكدوا من خلالها حرصهم على المشاركة في الانتخابات وعلى رسم مستقبل الوطن. أما في القليوبية فقد تجسدت معاني الوحدة الوطنية في مسيرة خرجت بمنطقة الخصوص يتقدمها كهنة كنيسة ماري جيرجس ومجموعة من شيوخ الأزهر جنبا إلى جنب للتأكيد على قوة وتلاحم المصريين. في الصعيد شهدت عدد من المحافظات وفي مقدمتها سوهاج وقنا والوادي الجديد مسيرات حولت الماراثون الانتخابي إلى كرنفال احتفالي. هكذا رسخ الحراك الشعبي عبر عشرات المسيرات التي جابت المحافظات رسخ الانطباع بكثافة الإقبال على الاقتراع، وكانت بمثابة الرد الفوري على كل من يتربص بالعملية الانتخابية.